أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أسعد الله سائر أوقاتكم وصباحكم بكل الخير والبركة. دائما يمتد معكم اللقاء في صباح الشروق بمساحات المودة والشوق، وهذه المساحات الخدمية. والساعة الثانية تشهد دائما الرياضة، وفي الرياضة الإفادة، أبرز الأحداث الرياضية وما يدور في الساحة الرياضية على المستويين المحلي والمستوى العالمي. سعيد أن ينضم إلي الزميل الإعلامي والصحفي عمر الطيب لنتناقش سويا عن أبرز الموضوعات الرياضية محليا وعالميا. أهلا بك، صباح الخير. مرحبا بك أخ حسام، التحية لك والتحية لكل مشاهدي قناة الشروق. سعيد بهذه الإطلالة، ونتمنى أن نكون خفيفين أفضل على المشاهد بإذن الله. أهلا بك كثير، ونبدأ مباشرة من الحدث الأبرز، استئناف دوري الممتاز، حدث كثير جدا، وهناك ما دار يعني ما بين الوزارة واتحاد الكرة. استئناف الدوري الآن، هناك الحديث عن أنه الجمعة غدا. صحيح، يمكن الدوري الممتاز مسلسل طويل، إذا الناس رجعت للوراء بتلقى أنه جدل وصراع كبير ما بين الوزارة وما بين الاتحاد العام. الوزارة تتحدث عن الأوضاع الصحية في السودان، والاتحاد يصر على انه الدوري استأنف. وانا يعني وجهة نظري افتكر انه يعني الكورونا ما في الكورة، بس يعني يمكن الناس عادت لحياتها بشكل طبيعي، ودي وجهة نظري انه المفروض الدوري استأنف عادي. ما اظن في عقبات تغيب في طريق الدوري الممتاز، طالما انه شفنا كل الحياة في السودان اصبحت يعني ما بنقول رجعت لطبيعتها بنسبة 100%، لكن بنسبة كبيرة جدا. بالنسبة للصراع، يمكن هو الصراع حيضيع فيه اللاعبين. انا شايف انه صراع الوزارة والاتحاد العام الضحية فيه هو اللاعبين والاجهزة الفنية. يعني انا افتكر انه الناس لابد تصل لحلول انه الدوري يستأنف، وحتى الدوري هو ما يعني فضل بسيط في الدوري، يعني ما الحاجة اللي ممكن تشكل هاجس للحكومة أو لوزارة أو لأي جهة. يمكن أسابيع معينة والدوري على مشارف الختام. يمكن البطولة الأفريقية أيضا الناس بتستعد للأندية، بتستعد للبطولات الأفريقية اللي هي برضو على الأبواب. نتمنى أنه يشاهد الدوري يستأنف بدون صراعات، بدون تصريحات هنا وهناك الوزير والوزيرة وكمال شداد والاتحاد. نتمنى أنه الناس تصل لوفاق، الدوري يستأنف. وحتى الدوري إذا استأنف، أنا شايف لانه بدون جمهور ما افتكر انه المساله دي حتكون فيها يعني تاثير سلبي على الاوضاع اللي بتتحدث عنها الوزاره او جهه اخرى. نحن شخصيا مع خيار عوده الدوري الممتاز، انه الناس تكمل الدوري وتشطب الباب ده. ونتمنى انه الوزيره تتوقف عن تصريحات الحرب اليوم اللي بنشاهدها، وكذلك الاتحاد الناس تقعد بلغتنا تحت الكوره في الواطه وتصل لحلول ان الدوري يتم استئنافه. خدت الكوره وطاطا. الفيفا بصوره عامه بتدعم عوده الدوري، وعندها بروتوكول صحي واضح جدا مرسل، والكل كل المتابع الرياضي يعني يعرف ما يجري في اروقه الفيفا. لا ترفض اصلا واساسا التدخل في شؤونها الخاصه، لا تحب الفيفا ان يوقن احد انفه في شؤون الكره او في ادارتها، لكن هذه المره تركت الامر للجوانب الصحيه الخاصة المتعلقة بكل دولة. هنا كان للوزارة رأي، للجنة الصحية رأي. نريد أن نتناقش في هذا الجانب. والشداد استشهد أيضا بعودة الألعاب العسكرية، وما حدث وما تابعناه خلال الأيام السابقة، وهنا يرى أن له الحق تماما في أن يعود الدوري. يمكن صح زي ما أنت ذكرت، حتى البروتوكول اللي تكلم عنه الوزير هو البروتوكول بتاع الفيفا، يعني ما بتاع دوله ولا بتاع وزاره. هو الفيفا هي زي ما انت ذكرت هي دعم لعوده النشاط. يمكن شاهدنا في كل العالم وفي الغاره انه الدوريات اصبحت يعني استأنفت، والناس قطعت شوط بعيد جدا في كل البطولات. فبالتالي يمكن الاجواء هي مهيئه لانه الدوري يعود، فقط باحترازات وباجراءات صحيه الناس بتامن على ذلك، سواء كان اتحاد، سواء كان اعلام، سواء كان وزاره. انا افتكر انه الناس تتبع الاجراءات الصحيه زي ما انت ذكرت، ده الامر المهم. ولكن زي ما تصريحات شداد هي انا افتكر انه واقعيه وطبيعيه، يعني المتابع للحياه في السودان او في العالم يمكن الاجواء عادت
نوعا ما بشكل كبير جدا، والمباريات استأنفت، الفنانين الآن بيستعدوا للعدادات، الأسواق مليانة، المطارات فتحت، حتى الباصات طريقة الشوارع ازدحمت، الشوارع ازدحمت، الحياة أشبه أنه عادت لطبيعتها. فبالتالي داني بنكرر بنقول أنه الكورونا ما في الكورة، بس الناس تخلي الدوري يستأنف ويتم الدوري، ونتمنى أنه نشوف الحرب دي تجيف. يعني حرب التصريحات اليومية دي أنا أفتكر أنه هي ذاتها بتحقن الأجواء أكثر، حتعمل مشاكل، حتعمل صراع، حنضيع زمن كثير جدا في التصريحات، والدوري لا حيستأنف. والكل ظن انه يعني بعد ما حدثت ثوره في السودان هذا الخلاف ما بين الوزاره والاتحاد غير زال، يعني نتمنى ذلك. نتمنى ذلك، ونتمنى انه نشاهد الدوري يعود، وخاصة انه يعني الشعب السوداني نصفه، او انا ما داير اقول كله، هو بيتنفس كرة القدم. يعني رغم انه نحن بنحبها وهي ما بتحبنا، يعني انا قاعد اقول حب من طرف واحد، بنحب الكوره وهي ما مديانا، ورغم ذلك هي متنفس للشعب السوداني. ليحبك من تحب عليك ان تحترمه اولا. بالضبط، علينا احترام الكره والتحضير لها جيدا بدايه من يعني الاهتمام بالنشاه بتنشئه المراحل السنيه وما الى ذلك، هذا موضوع طويل. نذهب مباشره الى نادي الهلال وماذا يدور في الازرق. انتهت فتره الرئيس الكاردينال، اعلن عدم العودة، الأجواء يعني هناك الآن فيها كثير جدا من الاستفهامات، جلوس الكاردينال نفسه مع شداد، الحديث عن مفاجآت، الحديث عن خيارات عديدة أيضا، ماذا يدور في البيت الأزرق؟ طيب يمكن الهلال يشهد صراع يمكن نسميه كبير جدا، صراع إداري أو حراك لو جازت التسمية. أشرف سيد أحمد الكاردينال فترته انتهت، كشف على الملأ انه هو لا يريد الاستمرار في نادي الهلال. نعم. رغم ذلك في تلك اللحظه الناس تحدثت عن انه الكاردينال ده تكتيك ويخطط لشغل انتخابات قادم ومحاوله لخداع المنافسين. هذا التصريح حدث فراغ اداري كبير. حدث فراغ. خلاف ذلك الناس اللي تحدثت عن التكتيك اللي كان بيستخدمه الكاردينال الان هو وضح انه فعلا كان تكتيك بالمسلسل اللي كان حاصل. نجي للفراغ الاداري، يمكن ذهاب الكاردينال احدث فراغ اداري عريض جدا في الهلال. مؤسف انه نادي كبير زي الهلال يجد صعوبه في العوده للتدريبات، يعني حتى انديه الدرجه الاولى والثانيه والثالثه عادت لتدريباتها، والهلال كان يعاني لانه يعود للتدريبات ولانه يجيب لعيبته في الولايات ويدفع مرتبات لاعبين وطنيين اجانب اجهزه فنيه. موسف انا حقيقه في النقطه دي داير اوجه رساله، يعني عيب انه الهلال يعاني وفي داريين يتحدثوا عن الهلال وفي الصحف وفي 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 وعجزوا عن انه يوفروا للهلال مويه الصحه للتمارين او للمعسكر، فدي كانت يعني بتخلي نقطه سوداء في جبين كل الاخطاب وجبين كل محبي نادي الهلال. يعني شاهدنا يمكن الهلال يعود لتدريباته قبل 4 أيام ولا 5 أيام من الآن، لو ما كانت 3 أيام، والدوري الناس تتحدث عن أن الدوري يوم الجمعة ويوم 15، فالبذرة دي خصما على الفريق، خصما على الإداريين اللي كانوا بيتحدثوا عن الهلال وكذا وكذا. بالعودة للكاردينال واضح أنه هو استخدم تكتيك وحاول أنه حرك الشارع الهلالي، كل التنظيمات في أهلنا تحركت بحكم انه هي تيجي تستلم او تكون في لجنه التطبيع، واضح جدا انه هو حيوافق على لجنه التطبيع. الناس كانت تحدثت، ولكن هو فاجئ الناس امبارح بزيارته لرئيس الاتحاد. واضح انه الكاردينال يريد الاستمراريه مع اضافه بعض الاشخاص للمجلس بحكم انه في مناصب فارغه حيشغلها ببعض العناصر، وحيواصل مستفيد من الغانون بتاع الاتحاد باستثناء المجالس المنتخبه بسبب جائحه كورونا انه تواصل. بعد ذلك يتم التمهيد للانتخابات واجازه نظام اساسي للنادي. انا افتكر هو تكتيك اتخذه الكاردينال ونجح انه هو يعني يعود ثاني مجددا للهلال، وهو يمكن الاقرب الان من حيث رغم انه بنشاهد حراك في كل التنظيمات وبنشاهد ابناء الهلال يمكن كل شخص يصهر بتنظيم، لمين البرير يمكن عاد للواجهة، أخونا محمد عثمان كوارتي أيضا بتنظيمه، الطاهر يونس، عوض شبو، مجموعة تجمع الهلاليين، يمكن أكثر من شخص يتقدم الصفوف، ولكن الآن هو يمكن شبه الكاردينال يقفل الباب أمام التنظيمات بعد ما شاهد أنه في حراك وفي رغبة أنه ممكن يجي الهلال. الآن واضح أنه هو يريد إغلاق الباب أمامهم وبالمواصلة
في النادي والتجهيز للانتخابات. انا شخصيا برا انه هو من خلال التصريحات اللي كان ذكرها في التلفزيون او في القناه انه انا ما عايز استمر. هي كرة القدم اول كاردينال شخصيا يعني صعب يضمن الزول انه هو عايز يعمل شنو، فبالتالي هو الان شاهدناه رجع للمشهد ويمكن نشاهده ثاني انه هو رئيس للهلال عبر الانتخابات او يترشح، طالما هو كان تحدث عن انه لا يرغب في الاستمراريه ولا يرغب في الترشح حتى، ولكن عودته الان بتمهيد لانه هو ممكن يترشح. ونتمنى انه نشوف ديمقراطيه حتى اذا كانت في الانتخابات، ونشاهد الغوي الامين انه يحكم الهلال. يمكن هو عليه خلاف الناس تتحدث بشكل كبير انه صحيح احدث طفره كبيره على مستوى المنشات، لا يمكن ينكرها احد يعني بالضبط كده. يمكن الناس تتحدث عن هذه الطفره، فندق جوهره بالاضافه الى اشياء اخرى، ولكن في النهايه الجمهور بيحاسب بفريق الكوره او الهله عموما بيراقبوا فريق الكوره، هو بيعتبره هو ده راس مال الهلال يعني. ودي قد يكون هو اخفق فيها في الست سنوات اللي كان موجود فيها، يمكن شاهدنا تراجع كبير جدا في مستوى فريق الكوره، ده اللي جعل انه الاصوات تتعالى على الكاردينال يعني. يمكن السنتين الاولى والثانيه يمكن كان عنده دعم كبير جدا من كل الشارع الهلالي، السنه الثالثه يمكن الاصوات بدات تتغلب، الرابعة الخامسة يمكن واجه معارضة شرسة باعتبار انه شاهد انه مستوى متراجع جدا للفريق، طريقة استغناء عن اللاعبين بصورة غير فنية، استخدام اجهزة فنية، عدم صبر على الاجهزة الفنية اللي بيتم التعاقد معها، حتى المحترفين بيتم اختيارهم بطريقة عشوائية. انا برايي انه عدم منح الجوانب الفنية للناس اللي هم اصلا ده شغلهم هو سبب رئيسي في تدهور فريق الكوره حصل للهلال في عهد الكاردينال يعني. انا ما اقدر اقول هو شال يده طب اصبع عينه، لكن هو زول عنده الامكانيات وكان قادر انه يدير الهلال وقادر انه يوصل له مراحل متقدمه، ولكن الاستماع لصاحبي وصاحبك والسماسره وعدم المعرفه بالاشياء والاصرار على انك انت بتعرف كوره وانت اصلا ما عندك بها علاقه، هو اضرب الكاردينال كثير جدا. نتمنى انه نشوف انتخابات حره وانتخابات الفائز فيها يهني المهزوم يهني الفائز. يعني انا قاعد اقول انه الناس بتتصارع في الهلال ده 90 سنه ضد الضوء ده، ماضي الضوء ده، اشتغل للضوء ده، انا اطلع وده زعلان ويجيبوا ضده، ما وصلنا لحاجه يعني. 90 سنه الهلال يصارع من اجل بطوله افريقيه واحده يعني حاجه ما منطقيه، لازم كلها مع بعض عشان ما يصل المطلوب الناس تتكاتف، ابناء الهلال كلهم يكونوا خلف الهلال سواء كان كاردينال سواء كان غيره. وفي النهايه الشخص اللي بيطلع بره وبيشتغل ما بيشتغل ضد الكاردينال ولا بيشتغل ضد كوارتي ولا بيشتغل ضد اليمين، هو بيشتغل ضد الهلال. نعم. يعني الفكره انك انت بتحارب في الهلال ما بتحارب في الكاردينال في شخص ولا بتحارب في اليمين في شخص ولا كوارتي ولا صلاح ادريس ولا ولا ولا. فالناس توقف قصه الصراع في الهلال موجود له فتره عشان تقدر تحقق بطوله الجمهور العظيم اللي بتواجد في استاد الهلال يوميا. يعني في جمهور بيجي تمارين يخلوا اولادهم عشان يجوا يحضروا تمرين للهلال، ديل امنيتهم انه الهلال يحقق بطوله، وفي نفس الوقت الاداريين اللي بيديروا الكوره هم فهموا ما انا ضد ده وما ضد ده وده داير ده وده ما داير ده واشيل ده واجيب ده وده يسمع الكلام والرئيس ينفرد بالغرار. يعني طموحات الناس اللي بيقطعوا من قروشهم ومن جيبهم في الوضع الحالي دي هم ما اخذت لها اي اعتبار. نتمنى انه الناس تتكاتف ويكون في وفاق في الهلال، ونشاهد انه الهلال يحقق بطولات ويكون فيه استقرار فني واداري، ويمكن ده ما بعيد يعني اذا كان الناس خطت الكوره واضحه واتعاملت بكل اريحيه. نعم. الى المريخ، والحديث دائما عن القمه ياتي معا يعني. النادي الاحمر ايضا ما يدور فيه الكثير جدا وتحديدا في الدفه الفنيه، ما بين من ذهب بتداعيات وما بين من اتى وهو قادم جديد ليقود الدفه الحمراء ومجلس المريخ وما الى ذلك من قضايا الامور في المريخ. طيب، يمكن المريخ جهاز فني جديد زي ما ذكرت، بدات تدريباته يعني له فتره، يمكن قطع شوط كبير جدا في الاعداد للتحضير للدوري. ايضا المريخ برضه فيه مشاكل اداريه الان، يمكن رئيس النادي غال مدسر خيري
وبالامس شاهدنا انه هو نفل الاتحاد انه استاد المريخ غير جاهز لاستقبال المباريات. اليوم شاهدنا يعني كان من نفي بقى اقاله لمدثر خيري. يمكن سوداكال او رئيس نادي المريخ يرى انه مدثر يخوض في تفاصيل هو ما 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 المسؤول عنها وما هو المفروض يتحدث عنها. يمكن دي حتعمل خلل او هزه في النادي. دائما كل ما يكون ما في استقرار اداري طبعا ذلك يؤثر على فريق الكوره ويحدث مشاكل في الاعلام والناس بتنصرف من الفريق الكوره لانه تحلحل المشاكل الاداريه ودي بتكون خصما على الفريق. الجهاز الفني الجديد انا شخصيا شايف ضد فكره انه القمه في الوقت الراهن انه تستخدم مدربين اجانب. يعني دي تكلفه بالاضافه لانه نحن ما قاعدين نصبر اصلا على المدربين الاجانب. هناك استفهام اصلا في من ياتي من المدربين بالضبط كده. حتى المدربين اللي بنجيبهم للاسف نصكم، يعني ما بنجيب مدرب هو عنده اسم وممكن يقدم وممكن يضيف للنادي، بنجيب مدربين يعني درجه ثانيه درجه ثالثه. ورغم انه معرفتنا انه هم ديل ما بيقدروا يحققوا بطولات لكن بنظل نردد في وجههم انه نحن دايرين بطوله في شهرين او في ثلاثه شهور وده حاجه غلط. يعني مستحيل انت تجيب لك مدرب اصلا هو ما عنده الامكانيات اللي بتخليه يجيب بطوله وانت دايرها يحققها في ثلاثه شهور ولا اربع شهور. هي اذا تحققت بتكون عن طريق صدفه لانه هو اصلا ما المدرب اللي عنده اسم اللي ممكن يضيف لك انت. انا شخصيا بشوف انه القمه افضل لها المدربين السودانيين ونثق في مدربينا ونلجا قبيرك انت ذكرتها في بدايه الحلقه للناشئين والبراعم ده المخرج الوحيد للكوره السودانيه. لكن قصه نجيب مدربين ولاعبين اجانب هي عباره عن ماكله هم مستفيدين من هذا السوق. الدولار يمكن الان جمال سالم في الهلال وفي لعيبه في المريخ وفي في يعني اجهزه فنيه بتاخذ معدلات يعني كبيره. ايوه بتاخذ معدلات كبيره مقارنه يعني لما انت تيجي تقارن بمستوياتهم او اللي بيقدموا لك انت في الدوري شيء ضعيف جدا. يعني ما يستحق كل هذه الاموال. يعني سواء كان الهلال ما في بطوله ما قاعد تتحقق، المريخ ايضا له سنوات يجتهد ورا بطوله افريقيه رغم المحترفين والاسماء وما في بطولات قاعد تتحقق. فبالتالي علينا انه نعتمد على لو بلدنا ده كده بالدارج ونخلي التفاح بتاع الدول الخارجيه دي افريقيا والعرب سنوات طويله جدا ندي مدربين مسير مدراء فنيين اجانب لم يحققوا شيئا. ليه ما تدي فرصه للمدرب الوطني القدير يعني بالتاكيد مر السنه سنتين ثلاثه ربما يعني يكون هو من يحمل الكاس مع واحد من الفريقين الهلال او المريخ سيفرح كل السودان بذلك. بقيه فرق الدوري ممتازه الان على مشارف الفرق الدوري ربما كيف تقرا الاستعدادات؟ والله يمكن كل الانديه هي بدات تحضيرات يمكن لفتره اسبوع او اسبوعين. فقط الهلال هو اخر نادي تاخر في اعداده. في انديه دخلت في طور المباريات الاعداديه للتجهيز فنيا بعد انه اجتازت الجانب البدني اللي هو كان اللياقه البدنيه وإعادة المخزون اللياقي لكل اللاعبين. يمكن في يعني قبول كبير للأندية إنه الدوري يتم استئنافه، اللاعبين يشعرون بالملل، كذلك الأجهزة الفنية إنه يعني هم متعودين على النشاط ومتعودين على الكورة ففجأة إنه تقيف لأشهر طويلة. الآن هم بينادوا بإنه الدوري استأنف، حتى الما جاهزين هم بيطالبوا بإنه الدوري يعود باعتبار إنه هم في أكثر جاهزية. بالتأكيد فترة التوقف أنا برأيي انه هي هتخدم انديه كثيره جدا كانت بتعاني من مشاكل ماليه، بتعاني من جوانب اداريه، بتعاني من التزامات لاعبين، كانت فرصه يعني بالنسبه لها انه تعيد ترتيب الاوراق بشكل جيد. وبالتاكيد ده حينعكس على نتائج الدوري الممتاز. يعني حنشاهد انديه حتى تتقدم في اللوريد بتاع المنافسه، وفي انديه يعني انا ما عارف، لكن المفروض كل الانديه هي تكون في تنافس قوي وتقدم مستويات مميزه باعتبار انه فتره التوقف كانت كثيره جدا. يمكن يكون اي فريق عنده مشاكل حلحله ووصل لالتزامات مع اللاعبين، وبالتالي انه نتمنى انه يشاهد مستويات مميزه، دوري خالي عن المشاكل، خالي عن الصراعات، خالي عن البطاقات، خالي عن اشتكاني واشتكيته، خالي عن الند الكثيره اللي كنا بنعملها في كل موسم. ثلاثة شهور دي نتمنى انه تشيل كل اللي كان بيحصل في الدوري الممتاز ونشاهد دوري مختلف بشكل مميز. ولكن لا اتوقع ذلك. دوري ممتاز يعني فاكهته ما يحدث فيه من اشكاليات. نذهب مباشره مع مشاهدينا الى الرياضه العالميه. و
ابرز المباريات الساخنه، الكل الان يستمتع بما يحدث في دوري ابطال اوروبا وموعودين مع مستويات مميزه جدا رغم فتره التوقف، لكن النجوم الكبار في الانديه الكبيره ابهرت الناس بمستويات ربما نوعا ما فوق المتوقع. يعني لم يكن احد يتوقع انه نشاهد مباريات مثل هذه، لكن الاحترافيه ظهرت في بعض الجوانب. بالامس القريب باريس سان جيرمان يعني خرج من فخ غريب جدا امام اتلانتا، باريس تاهل ومباراه كانت صعبه صعبه جدا. بالتاكيد زي ما قلت يمكن الناس كلها كانت متوقعه انه المستوى يكون فيه انخفاض لكل النجوم في العالم، ولكن دي بيرجع للاحترافيه ولمعرفه اللاعب بشغله. يعني نحن هنا بنقول لك ده شغله هو لاعب كوره، هنا العكس. نحن في السودان فتره التوقف او الراحه بنستغل اللاعبين للنوم مع معاوده الاهل، الجلوس في الشوارع شارع النيل وين هناك العكس. يعني اللاعب في فتره التوقف بتلقاه هو بيتمرن، هو عنده برنامج ملتزم به عشان يكون هو في قمه مستواه ويحافظ على شكل نجوميته، بعيدا عن انه المدرب يقول له ولا في تمرين ولا بكره ولا غدا ولا كده. وده ينعكس سلبا على الدوريات العالميه، وشاهدنا مستويات مميزه زي ما انت ذكرت لكل اللاعبين. ديل الناس اللي الكوره عندهم احترافيه بحق وحقيقه، سواء كان اداريين سواء كان لاعبين سواء كان رؤساء عندي. بالعوده لمباراه باريس، يمكن بعيدا عن صعوبه الكوره واجواء، يعني في رساله لانه كره القدم لا تحسم الا بصافره الحكم. يعني لو ما الحكم خط الكوره الصفاره في فمه ما انتهت. ودي انا قاعد اقول في السودان ما قاعد تحصل، يعني عالميا بتحصل الاشياء دي، ممكن في كثير من الثانيه يحصل تغيير كامل لنتيجه المباراه. لكن عندنا هنا سبحان الله الثلاثة السابعة يعني شاهدنا كم ريمونتادا بالتاكيد، بس نحن عندنا هنا ما في كلام زي ده. يعني قصة نحسم مباريات في 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 دقائق معدودة في زمن ما نحسم نحن بهذه الدقائق، بس بالتاكيد يعني اهدافنا الشوط الاول ربع ساعة الثانية خلاص بنبدا في التراجع. يعني شاهدنا يمكن باريس في ثلاثة دقائق حول تأخره وأحدث طفرة كبيرة جدا، يمكن انتصر بهدفين لهدف و تأهل لأنه أول فريق يضع قدمه في نصف النهائي. مباراة كانت ممتعة، يمكن كل التابعين استمتعوا بأحلى تابلوهات بأحلى ندية بأنه كرة القدم مستديرة فعلا مجنونة. يمكن تكون منتصرة حتى الدقيقة 80، أنت ما ضمنت النتيجة ممكن يغلبوا عليك الطاولة. أنا أفتكر مباراة كانت ممتعة ومثيرة. البافاري ينتظر وليس باريس ينتظر الان الطرف من مباراه اليوم. كل التكهنات كل التوقعات تشير الى اتلتيكو مدريد، هل يمكن ان تكون هناك مفاجاه ام ستسحب التوقعات في الاتجاه الصحيح؟ والله وفقا للغراء العادي ممكن اتلتيكو هو الاقرب، ولكن زي ما ذكرنا في لغه باريس اللي امبارح شفنا الكره الالمانيه متطوره، الكره الالمانيه يعني يمكن اتلتيكو هو الخيار الاقرب على الورق، لكن عمليا يصعب التكهن بمثل هذه طالما هناك 90 دقيقة طالما هناك 22 دقيقة طالما هناك 22 لاعب طالما هناك متغيرات في كل دقيقة في لعبة كرة القدم، في أجهزة فنية تراقب بشدة كرة القدم خلال 90 دقيقة، تعرف من أين توكل الكتف في ثانية، ممكن مدرب يشاهد لاعب ممكن يستغل الحتة اللي هو فيه يحرز منها هدف يتفوق، فيصعب التكهنات في مثل هذه المباريات. ولكن زي ما ذكرنا ورقيا اتلتيكو هو الأغرب أو الأكثر ترشيحا. نعم، الكثير من المتابعين المحترمين يتحدثون عن انه هذه المباريات يعني هي مع اسلوب لعب اتلتيكو مدريد اول الخروج يعني من مباراه واحده، اتلتيكو فريق ذا مركز دفاعيا وما الى ذلك. صحيح، يمكن زي ما قلنا ورقيا اتلتيكو زي ما انت ذكرت هو من الناس الانديه اللي عندها تكتيك عالي جدا في مثل هذه المباريات. بالتاكيد يمكن في المباريات الكبيره اسلوب مختلف، يعرفوا يتعاملوا مع مثل هذه المباريات اللي بتنقل لادوار مهمه. وفقا لذلك قلنا هو الاقرب وهو الاكثر
يعني ترشح للمرحلة المقبلة، بالإضافة لأنه أسلوب الاعتماد على الأسلوب الدفاعي والجانب الهجومي في بعض الأوقات. يمكن حتى الثقافة بتلعب دور كبير جدا، ثقافة لاعبي أتلتيكو بالإضافة للجهاز الفني في المباريات الحاسمة الكبيرة اللي ممكن تقودهم لمرحلة متقدمة. نعم، نختتم بالضلع على آخر المباراة الأكبر يوم الجمعة غدا إن شاء الله، برشلونة والبايرن ميونخ، البافاري والبرشا، مباراة سيترقبها كل العالم ليذهب الفائز منهم ويراقب من سينتصر السبت، من حقق المفاجأة اليوم، ومانشستر سيتي برفقة بيب غوارديولا الفيلسوف. وهنا المفاجأة ربما تكون حاضرة أم لا، أم ستحكم فلسفة غوارديولا؟ هذا ما سنختم به. طيب، يمكن غدا مباراة كبيرة، مباراة مهمة، الكل يراقب وينتظر. وفقا للغراءات برشلونة هو الأغرب دائما في مثل هذه المباريات، يعني برشلونة بيظهر بكل قوته، بيقدم أفضل ما عنده، زي ما أنا قلت هو الأقرب للفوز بنسبة كبيرة جدا، ولكن هذا لا يعني الاستهانة بالمنافس، ولكن ورقيا برشلونة هو الأقرب لأنه ينتقل للمرحلة المقبلة. نعم، ومانشستر سيتي اليوم مانشستر سيتي ايضا هو مرشح بقوه جدا، يمكن فريق يقدم افضل النتائج، يعيش احلى ايامه، مستويات مميزه، دائما صراع الكبار يصعب، انا زي ما اقول التكهن فيه، ولكن عشاق لعبه كره القدم هم على موعد مع هذه المدعه الكرويه. نعم، شكرا جزيلا عمر الطيب، شهدت جدا بك في هذه الفقره للتحليل على ابرز الاحداث محليا وعالميا، شكرا جزيلا. مشكورين، تحيه لكم وتحيه لكل مشاهدي قناه الشروق.